السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الخامس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات القواعد اللغة العربية صفحة 34 الجزء الثاني من كتاب اللغة العربية أساليب الطلب الأمر والنهي والدعاء. صفحة 34 راح نحل التمرينات احنا وياكم. التمرين الأول: استخرج الطلب وبين نوعه وصيغته ذاكرا الغرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. شوف، هو خالق هنا شنو؟ فعل أمر. فعدنا نوعه هو الطلب خالق، نوعه أمر حقيقي. نجي على السؤال الثانية. قال الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. لا بارك الله. هنا شنو هذا؟ مبين هذا من اسلوب الطلب. لا بارك خرج علما للدعاء، نجي على ثالثا. قال الشاعر: ولا تجلس الى اهل الدنيا فان خلاق السفهاء تعدي. هنا اللام ولا تجلس، ولا تجلس هذا نهي. احنا قلنا يا اما الامر يا اما حقيقي، يا اما امر يا اما دعاء يا اما نهي. هنا نهي خرج لغرض مجازي اللي هو الالتماس، خرج لغرض مجازي اللي هو الالتماس. نجي على الوراه. قال الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. هنا عندنا شنو؟ فصبرا أمر، صيغة المصدر النائب عن فعله. فصبرا صبرا هذا أمر، صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر. زين، نجي على الوراه خامسا. قال الشاعر: ومضى كل إلى غايته، لا تقل شأنا فإن الحظ شاعر. نجي هنا أعزائي الطلبة، شوفوا، لا تقل هنا أيضا نهي. دائما النهي إذا خرج من شخص إلى شخص يخرج إلى غرض مجازي، لكن النهي إذا خرج من الأدنى إلى الأعلى يخرج لغرض الدعاء. هنا الالتماس. نجي على سادسا. قال الشاعر: شوفوا، يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. شوفوا، يا ربي لا تسلبني، هنا كلمة لا تسلبني هي لا ناهية جازمة. اللام الناهية الجازمة خرجت من الأدنى إلى الأعلى اللي هو رب العالمين، فتخرج لغرض الدعاء، هنا نهي خرج لغرض مجازي اللي هو الدعاء. هذا بالنسبة للتمرين الأول. نجي على التمرين الثاني. يقول: حدد المعنى الذي خرجت إليه صيغ الطلب الأمر والنهي في النصوص التالية. قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من بينه هي احنا جاي ندعو ربنا آمنا. فنجي هنا الأولى فاكتبنا، لأن هو ناشريد بالسؤال. انتبهوا على التمرين، شريد يخرج الأمر والنهي فقط. فاكتبنا هنا خرج إلى الدعاء، نجي على الآية الثانية. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا أكو أفعال أمر جاء تجي، أنفقوا وأحسنوا هذا أمر حقيقي، لا تلقوا نهي حقيقي. هنا نقول فقط نهي حقيقي لأن الكلام صادر من الأعلى إلى الأدنى. قال تعالى ثالثا: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. نجي هنا أنزل هاي أرضنا خرجت للدعاء، وأرزقنا أيضا خرجت إلى الدعاء. رابعا: قال تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه.
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. نجي على هاي الآية الرابعة ونشوف شنو. أول شيء عندنا وليكتب أمر حقيقي، فليكتب أيضا أمر حقيقي، وليملل وليتقي، لأن كلهن أمر حقيقي. لا يأبى ولا يبخس نهي حقيقي، لأن لا ناهية الجازمة. نجي على خامسا، قال تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والأبكار. هنا نجي على هاي الآية الكريمة ونشوف شنو اللي بيها. اجعل دعاء، اذكر وسبح أمر حقيقي. نجي على التمرين الثالث. التمرين الثالث أعزائي الطلبة طلاب الخامس الإعدادي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. التمرين الثالث يقول جاءت الكلمات التالية دالة على الدعاء في آيات قرآنية، اذكر النصوص التي وردت فيها: يسر، هب، آتنا، ابن، اغفر، وارحم. هنا نجي على الآيات القرآنية اللي موجودة. يسر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هب قال تعالى ربنا هب لي حكما والحقني بالصالحين. آتنا قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ابن قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أغفر قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ارحم قال تعالى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذا بالنسبة إلى جواب التمرين الثالث، وإذن كلهن أفعال أمر. نجي نكمل التمرين الرابع، يقول ميز بين لام الأمر من غيرها فيما يأتي. قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. عندنا اثنين لام، عندنا ليغفر وعندنا ليهديهم. شلون نفرق بيناتهم؟ شوفوا بالبداية ليغفر هي لام الجحود، لام الجحود. الثانية ليهديهم لام الجحود معطوفة على جملة ليغفر، إذا تشوفون قدامها واو العطف، زين قدامها واو العطف. نجي على ثانية، قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. شوفوا نجي على الآية، احنا نعرف انه اللام تدخل فقط على الفعل، فلنحمل لام الأمر. اللام الأمر هنا شوفوها، اللام الثانية هي اللام لكاذبون، هاي دخلت على اسم، فلام المزحلقة نسميها اللام المزحلقة. التمرين الخامس، احنا ان شاء الله راح ننزل فيديو نشرح به الموضوع مستقبلا ان شاء الله في اقرب فرصة. التمرين الخامس، قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يقول اولا اذكر اسلوبين مختلفين من صيغ الطلب وردا في النص. احنا شعدنا اسلوب الطلب وردا في النص. اول شيء شوفوا اتقوا ولتنظر، ذن اثنين هن امر حقيقي، اتقوا فعل امر ولتنظر فعل امر بلام الجحود، اثنين هن امر حقيقي. نجي على الثانية، يقول اعرب قوله تعالى اتقوا الله. شوفوا اتقوا فعل امر مبني على حذف النون، دائما فعل الامر من يجي بصيغة الجمع على حذف النون، هاي وحدة. والواو هنا الواو اللي يصير وراء تصير واو الجماعة مبني في محل رفع فاعل، تصير واو جماعة مبني في محل رفع فاعل، أو تقول واو والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الله راح يصير مفعول به، الله راح يصير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نجي على الكمل، يقول ثالثا لماذا ضبطت اللام في قوله ولتنظر؟ ليش خلوا اللام بالسكون؟ ليش خلوا السكون على اللام؟ احنا قايلين انه اللام اذا سبقت بحرف عطف، سبقت بحرف عطف ولتنظر،
تصير عليها سكون، ما تنكسر، لان ما اقدر اكسرها يعني صعبه. والتنظر تصير عليها حرف العطف، يصير بسبب سبوق الحرف العطف يصير عليها سكون. نجي على التمرين السادس، يقول ميز ما ورد من اسم فعل من غيره في العبارات التاليه: الكتاب امامك، امامك ايها الطالب لتصل الى النجاح. نجي هنا أنا. الكتاب امامك، امامك الكتاب، اول شيء ايش عندنا احنا؟ الجمله الثانيه، الجمله الثانيه امامك ايها الطالب لتصل الى النجاح. هنا أنا في الجمله الثانيه هو كان الامر موجود، وين اسم فعل من غيره؟ في الجمله الثانيه، في الجمله الثانيه. الجمله الاولى ما بها اي فعل امر، اسم فعل امر. نجي على الثانيه، اليك عني جئت اليك هاك الكتاب، يا جمله بها اليك عني هاك الكتاب. ثالثا يقول مكانك لا تتحرك، جلست مكانك. الجمله الثالثه يقول مكانك لا تتحرك، مكانك لا تتحرك، تعمل الجمله اللي بيها إليك دائما هي تكون مفعول به، على اعتبار أن إليك مفعول به دائما من تجي من هذا يصير اسم فعل أمر لازم موجود. فإليك عني وجئت إليك وهاك الكتاب، إليك عني ومكانك لا تتحرك، جلست مكانك، الاختيار راح يكون مكانك لا تتحرك. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في حل هذه التمرينات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.